هذا المعرض ديالي في غالري عبد العبابو انا كنعتبره خطوه اساسيه بالنسبه ليا في المسيره الفنيه ديالي، نظرا لانني اولا اعتبر هذا الغالري محطه اساسيه في الساحه التشكيليه بالمغرب، ودائما كنت اقدر عاليا اختيارها للفنانين واختيارها للاسماء اللي كتعرض في هذا الرواق. بالنسبة لي أنا الشغال الذي أعرضه الآن في رواق عبد العبابو هو عمل دام لمدة تقريبا سنتين، واللي فيه الكثير من الأشياء والاجتهادات الشخصية اللي فيها نوع من الاستمرار بالنسبة للعمل ديالي اللي يعرفه الذي يعرفه الجمهور، ولكن الآن أنا أمام مواد أخرى، أمام أشياء أخرى، نظرة أخرى للفن التجريدي اللي دائما تنخليه مرتبط أساسا بالواقعية، كذلك اشتغالي على الألوان وخروجي من ذاك النمط اللي معتاد، محاولة اكتشاف جغرافيات لونية جديدة. كاين في هذا المعرض حضور مكثف للون الأسود وبعض الألوان اللي قلما اشتغلت عليها سابقا، واعتبر ان هذه المحطه هي اساسيه ومهمه في مساري التشكيلي. بالنسبه للانسبيراسيون انا مفتوح على كل الاشياء، على كل ما في الحياه. انا يمكن لوحه، يمكن معزوفه موسيقيه، يمكن فيلم سينمائي، يمكن لحظه عاديه عابره، يمكن تعطيني فلاش وتعطيني واحد النوع من الرسالة للعمل الفني أو فكرة لعمل فني، ولذلك فأنا أعتقد أن كل ما يحيط بنا هو صالح لأن يستغل أو ينتج حوله خطاب فني عميق.